الناقل للصورة في الكاميرا أو ما أشبهها ناقل للصورة، هل يكون فعله هذا حراما أم لا؟ إذا كان ينقلها للضرورة أو للحاجة فلا بأس. للضرورة مثل النقود، النقود الآن فيها صور الملوك، لكن هل نحن اخترنا ذلك؟ الجواب لا، لكننا مضطرون إلى هذا. ماذا نصنع بنقودنا؟ لا بد أن ننقلها للإنسان. وكان الناس من قبل يحملون نقودا فيها صور غير المسلمين، وهي صور مجسمة أيضا. كانوا يحملون الريال الفرنسي، والريال الفرنسي فيه صورة ملك السويد، صورة مجسمة تلمسها بيدك، ومن ورائها صورة طير. يحملون الجنيه الفرنجي وعليه صورة جورج ملك الإنجليز، وعليها من الجانب الآخر فرس عليه راكب، نعم، لكن يلمس. لكن ماذا يصنع الناس؟ الحاجة مثل أن يحمل الإنسان بطاقته الشخصية من أجل أن يثبت شخصيته إذا دعت الحاجة، فهذا لا بأس به إن شاء الله. أما حمل صورة مقصودا، صورة مقصودا حملها للذكرى كصورة الصديق وما أشبه هذا، فهذا لا يجوز. وقولي مقصودا حملها احترازا مما يوجد في بعض الصحف من الصور التي هي غير مقصودة، يعني أن الذي يقرأ الصحيفة ما قصد الصورة ولا يريدها، هذا لا بأس من حملها لأنها غير مقصودة. نعم، لكن لو قال قائل يريد أن يشق الصورة فقط ويجعلها في مخباته، يجوز ولا لا؟ لأنها حينئذ مقصودة. نعم.